معانا دلوقتي على التليفون العريس عبد الرحمن فؤاد. الو. الو، يا عريس مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. لا لا، انا مش عايز صوتك يبقى كده، انا عايزك تبقى فرحان كده ومبسوط. فين لا الطاقه انا الايجابيه؟ بجد الجواز حلو عبد الرحمن؟ لسه ما لحقش على فكره. جميل جميل، يعني هو لسه اول صفقه. جميل. قال لك جميل لدرجه ان انا عايز اتجوز تاني وتالت، انا مصدقك. طيب عبد الرحمن، يعني في البدايه كده قبل ما نيجي لموضوع البلكونات ده، احكي لنا كده فكره الجواز نفسها في ظل وجود كورونا كانت عامله ازاي؟ معلش الصوت قطع. اوكي، بقول لك قبل ما نيجي لموضوع البلكونه ده، احكي لنا اصلا فكره الجواز في ظل وجود كورونا كانت عامله معاكوا ازاي؟ طيب هو الجواز في ظل ظروف كورونا هو يعني ما فيش اي معالم فرحه خالص، يعني من اول فرح ما فيش تجمعات، ما فيش يعني بالعافيه ان هو يخليك تبقى قاعد بس في مكان من غير ما تلبس الماسك، عشان شايفك طبعا اللي هو عريس وعروسه فمراعي برضه. ده بلس ان انت بقى اصلا في دوله مش دولتك خالص، ومظاهر الفرحه مختلفه تماما. اكيد. وحاجه زي مثلا اللي حصلت دي ممنوع ان هي تحصل اصلا. احنا 5 دقايق وشفتك هتيجي تاخدنا كلنا تقريبا. نهى يا نهى. نهى يا نهى، جوزك بيتكلم في التليفون يا نهى. انت عارف بقى الستات المصريين لازم نتحس. لازم نتحس بالتليفون. برافو يا نهى، خليكي كده. ما تسيبوهوش. ما تسيبوش يرد على ولا سؤال واحد يا نهى. ماشي. طب يا نهى احكي لي، عشان احنا البنات احنا اللي بنكون اكتر مهتمين بالفكره دي، فكره ان انا اتحرم من الفرح، يعني هي فرحه العمر واللي بتحصل مره واحده، واكيد كنت واقعه في حيره اللي هو طب استنى واجل ونعمل فرح حلو ولا نتجوز وخلاص. بالظبط، والله هو ده كان كل اللي بفكر فيه، ويعني على اخر لحظه انا كان هاجل اصلا. اخدتي بقى القرار ازاي؟ بصي، خدت القرار لما لقيت الدنيا عماله تتقفل تتقفل تتقفل، حسيت انه ما فيش مفر. وبصراحه اهلي هم اللي شجعوني، يعني اهلي واهل فؤاد هم اللي قالوا لنا لا خلاص، يعني كفايه ما تقعدوش اكتر من كده، واحنا كده كده هنفرح بيكوا كاننا معاكوا بالظبط، وكفايه ان انتوا تبقوا مع بعض. فاقنعونا بصراحه بالفكره، بس طبعا ما جاتش بسهوله، يعني عياط كتير وكلام في التليفونات كتير وحاجات كتير، لان احنا كنا حاجزين الفرح في مصر اصلا، يعني كنا حاجزين في مصر في مكان. اوكي. بس كل حاجه اتكنسلت، والحمد لله اتعملت احسن ما كنا متخيلين. الحمد لله. انا عايز اعرف يا نهى، المفاجاه كانت بدايتها امتى بالنسبه لكم؟ المفاجأة كانت بدايتها ان انا مامتي واخواتي كانوا، احنا ما كناش هنعمل احتفال اصلا، احنا كنا بس هنعمل فوتو سيشن ونروح على بيتنا عادي، بس مامتي واخواتي طلعوا محضرين لي مفاجأة ان هو مجمعين لنا صحابنا يعني في كافيه، ومتفقين مع المكان وكده، ان احنا الحمد لله انه المكان كان مصري، كان شغالين اغاني كده على الهادي بينا وبين بعض. اي نعم، قاعدين على ترابيزات كل 3 أو 4 تقريبا على ترابيزه، عشان ممنوع هنا خالص لازم التباعد الاجتماعي ده والكلام الكبير ده. احسن خليهم بعيد عشان الحسد برضه. كملي. يعني لا دول لسه عرسان جداد يا عمري. كانوا بقى محضرين لنا بصراحه جو حلو قوي في الكافيه، اغاني واكل بقى والكلام بتاع المصريين ده، وجايبين لنا اصحابنا وكده. دي كانت بدايه المفاجاه، يعني بصراحه كانت مفاجاه حلوه قوي. كانت مامتي عملتها، وهي اصلا مامتي مش معايا هنا، فيعني حسيت ان هي معايا، يعني نسقت كل ده من هنا. كل صحابي بقى، اي حد اعرفه هنا بصراحه، صحابي مصري كده وقفوا جنبي وحسسوني ان كان ماما موجوده بالظبط، يعني واختي هنا، انا اختي معايا هي وجوز اختي برضه، هم رتبوا لنا كل حاجه وفاجئونا بقى بيوم الكافيه ده اللي هو انتهى بالفيديو الفظيع ده اللي شفته ده. البلكونات. انتوا اصلا كل جيرانكم دول، يعني هل فيهم مصريين ولا هم كلهم اماراتيين؟ وهل ليكوا علاقه اصلا بحد، ولا انتوا اتفاجئتوا من الاجواء اللي حصلت دي؟ لا هو احنا اتفاجئنا تماما. ايوه عبد الرحمن ظهر. ايوه كده، ايوه كده. قول لي حقنا ان احنا نتكلم في التليفون كرجاله. كمل. كل اللي طلعوا دول احنا ما نعرفهمش خالص. اوكي. اتفاجئنا بالمنطقه فيها، يعني جنسيات كتير، هنود، فلبينيين، مصريين، اتفاجئنا بالمصريين. عرفوا المهرجانات دي منين يا عبد الرحمن؟ المهرجانات ايه؟ عرفوها منين؟ لا بصوا، هو اصلا يعني احنا ما كناش حتى مخططين ان احنا هنشغل اغاني تحت البيت، احنا فجاه واحنا نازلين العربيه محمد جوز اختي شغل الاغنيه بتاعت حمو بيكا دي، ولقينا كل بقى الناس اللي معانا قعدوا يرقصوا ويعملوا، وفجاه لقينا بقى الاصوات اللي بالبلكونات دي بقى اللي كانت المفاجاه الكبيره، يعني ما كناش متخيلين اصلا ما فيش هنا جو الجيران بالظبط. بس اكيد في اللحظه دي حسيتوا ان انتوا الى حد ما في مصر.
احنا عندنا فكره اللي هو اي فرح او اي عروسه في الشارع هنطلع ونسقف. انا ياما حضرت افراح انا ما اعرفش حد فيها، اعدي الاقي فرح ادخل انبسط، صح ولا ايه يا نهى؟ ايوه والله فعلا. طب اديني عبد الرحمن بقى عشان اطمن. نلف بقى لحد البيت ان احنا في وسط البلد. صح. طب عبد الرحمن، يمكن في كابلز كتير داخلين على جواز الفتره دي، فانت شايف انك تنصحهم انهم ياجلوا ولا يعملوا حاجه كده زي ما انت عملت؟ لا طبعا، يعني ما ياجلوش خالص، هو يعني كلمه اللي عايز يتجوز هيتجوز، ظروف بسيطه مفيش فرح، اللي عايز يتجوز هيتجوز. ما بص يا عبد الرحمن، عملوا الخطوه دي في مصر. هقول لك على حاجه يا عبد الرحمن، الرجاله ما بتندمش انها ما عملتش فرح، بس البنت ايه اللي بتندم كل شويه كده بقى والله. ايه يعني ما ندمتش ان انا ندمت او هندم، عشان يعني الناس اللي كانوا معايا اللي هم شويه قليلين اعداد، زي افراح مصر اللي هو 300 فرد و500 فرد والناس دي، بس الناس اللي معايا فرحوا لي بجد، كفوكي. فحاسه ان انا يعني انبسطت نفس الانبساط بالظبط. حلو، ربنا يسعدكم يا رب يا نهى، ويعني ان شاء الله تحتفلوا بقى بشكل اكبر كده لما تيجوا مصر او ايا كان، او اهلكم يجوا لكم، يبقى لمه اكبر ان شاء الله. نهى لو خلفتوا ولد سموه عمرو، ولو خلفتوا بنت سموها نوره. ليه ليه؟ ايه رايكم عشان احنا كملنا فرحكم هنا في انبوكس؟ ليه نجبرهم؟ انت مش عايزه تبقي انت نوره؟ عمرو ونوره، ولو توأم سموهم كده. بنشكركم، شكرا. عينيك، تسلم عينيك. مبروك ليكم مره ثانيه. مبروك ليكم، ان شاء الله ربنا يسعدكم ويسعد كل شبابنا المصريين وعرب على مستوى العالم كله، ويكشف الغمة يا رب.